السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة طيبين. النهاردة 2 رمضان، كلمت في الفيديو اللي فات عن فوائد رمضان وصيام رمضان وازاي الجسم بيقدر يتخلص من السموم وحاجات كتير قوي في الفيديو اللي فات. اللي عايز يستفاد يا ريت يتفرج على الفيديو. قبل ما ابدأ في الفيديو اقول لك انت ازاي تقدر تخسر من وزنك في شهر رمضان او تحقق اكبر استفادة في بناء كتلة عضلية في شهر رمضان. عايز اتكلم في حاجة مهمة جدا. شهر رمضان يا جماعة مش عشان خاطر تعمل احسن حاجة في الدنيا كخسارة وزن او عضلات او لا، شهر رمضان تخيل معايا اللي انت بتقعد 16 او 17 ساعة تقريبا صايم ممتنع عن الاكل والشرب. احنا ما بنقدرش نعملها خالص في وقت غير وقت الصيام. طبعا ده وقت فريضة والحمد لله ربنا يتم علينا النعمة دي اللي احنا نقدر نصوم، ولكن اللي عايز اتكلم فيه اللي ده ممكن يكون خطوة اولى ليك. يعني ممكن يكون انت عايز تعمل بالك كتير او بلان تمشي عليها، عايز تعمل وليك اهداف كتير لشكلك وصحتك، ولكن ما بتقدرش، ولكن مش عارف تقفل بقك عن الاكل، مش عارف تنظم نفسك. شهر رمضان فرصة كبيرة قوي ليك عشان تقدر تحقق الهدف دوت. ده قبل اي شيء، في حتة اللي انت تمنع نفسك عن الاكل المدة الطويلة دي، ممكن بعد رمضان في 6 ايام بعد رمضان، 6 ايام بتوع شوال، 3 ايام القمرية، 2 وخميس صيام، صدقني هتستفاد استفادة انت عمرك ما تخيلها. انا ما بقولكش كده اللي انا بصومهم، والله انا نفسي اصومهم زي زيك، ولكن لما قعدت اقرا كتير في موضوع الصيام وفوائد الصيام وقد ايه الصيام ده مهم لحرق الدهون وبناء العضلات، زائد طبعا الصحة العامة اللي هي اهم حاجة احنا بنتكلم عليها، الموضوع بجد انا شخصيا ابهرني، وان شاء الله ربنا يكرمني باذن الله ونقدر نحقق الهدف دوت اللي احنا نبدأ طول السنة نصوم نصوم صوم النوافل ان شاء الله ربنا يكرمنا واياكم. دي اول حاجة. تاني حاجة، الناس اللي عايزة تخسر وزن في رمضان، رمضان فرصة ليك زي ما كنت بتكلم اللي انت تخسر وزن فيه. ليه؟ اول حاجة الهرمونات، الجروس هرمون والانسولين اتكلمت عليهم اكتر من مرة، لان يا جماعة الموضوع مش سعرات بس، مش سعرات حرارية انت بتقدر تنزل من خلالها وزنك او تزود وزنك. الهرمونات لها دور كبير جدا في زيادة طلوع او نزول الوزن. هرمون الانسولين بيبقى زيرو في وقت الصيام، الجروس هرمون في اعلى مستوياته. استفاد بقى يا معلم عضلات زي ما انت عايز، واستفاد حرق دهون زي ما انت عايز. نيجي بقى هنا للسؤال المهم، افضل الاوقات لو انا عايز اخسر من وزني اتمرن امتى؟ هتتمرن قبل الفطار بساعة، قبل الفطار بساعة، مش الساعة 3 العصر ولا 2 الظهر ولا 10 الصبح، قبل الفطار. يعني انت اتمرنت الساعة بتاعتك خلاص، انت اوريدي خلاص خدت المية او التمر بتاعك على طول، او تتمرن بعد التراويح او تتمرن قبل السحور، مفيش اي مشكلة. لو انت عايز تخسر من وزنك في جسمك دهون تقدر تتمرن في الاوقات اللي انا بقولك عليها دي. بكل بساطة انت جسمك ما يعرفش انت صايم ولا لا، جسمك بيتعامل معاك على اساس اللي انت فيه اكل فيه ولا لا. انت طبعا مبيبقاش فيه اكل، الاكل كله اتهضم، تبقى لك 16 ساعة صايم والمغرب ناقص له ساعة او ساعة ونص وهيدا. انت حضرتك الوقتي مفيش في جسمك جلايكوجين، مراكز الطاقة فاضية. طب الجسم هيعمل مصدر طاقة منين؟ هيعمل مصدر طاقة من الدهون، من الفات اللي عندك بس. شكرا، هتسمع مني الكلمتين دول، هتجري طبعا قبل التمرين تفحت نفسك حديد وكارديو وتطلع من التريد ميل على عجلة، خلاص بقى ما الجسم هيبقى الدهون مصدر طاقة ليه، فبالتالي انا هقعد اموت نفسي في التمرين. غلط غلط غلط. تمرين قبل الفطار يكون بسيط، مش هيكون بالقوة اللي انت بتتكلم فيها. حتى لو انت اوزانك عالية قوي ياريت تقلل شوية من اوزانك، الكارديو بتاعك هيقل تقريبا ساعة لربع او ساعة لتلت حديد، والعشر دقايق ربع ساعة الكارديو، متشكرين على كده. تاخد انا بقول كده، انا بقول كده عشان جسمك هيبقى مفيش سوائل خالص، جسمك مفيش اكل خالص، فممكن لا قدر الله يجيلك هبوط في الدورة الدموية او يجيلك جفاف، ودي حصلت مع ناس كتير. فنصيحتي ليك لو انت هتتمرن قبل الفطار على مهلك بالراحة، يعني من ساعة لربع حديد او ساعة لتلت، 10 دقايق ربع ساعة كارديو، متشكرين جدا. تاخد اول وجبة ليك التمر، مفيد جدا، مغنيسيوم، زنك، فيتامينز، عد، مش هقول لك، عايز فيديو لوحده. التمر يا جماعة مهم جدا جدا جدا. هتاخد التمر بتاعك وتفر مع مية او لبن، بعد كده هتصلي المغرب وتاخد الوجبة الاساسية، الوجبة الاولى، وجبة الفطار، هتتكون من بروتين، كربوهيدرات، فيتامينز، دهون صحية. اول حاجة بالنسبة للبروتين، سمك، لحمة، فراخ، الموجود عندك ما تشغلش بالك، هتاكله بس هتاكله يا اما مشوي يا اما مسلوق، ممكن في الفرن، مقلي ممنوع. السلطة الخضراء، الفيتامينات، الالياف، هي دي اللي هتشبعك، هي دي اللي هتظبط لك نظامك الغذائي في رمضان. السلطة الخضراء مفيدة جدا جدا جدا، زائد الالياف اللي فيها بتشبع، بتخليك المعدة بتاعتك ممتلئة،
ما بتضطركش تاخد حلويات او سكريات او كربوهيدرات كتير. البروتين بتاعك مسلوق ومشوي زي ما اتفقنا، طبق السلطه الخضراء بتاعك هيبقى كبير، الكربوهيدرات بتاعتك هتبقى رز او عيش، او انا بقول او رز او عيش او مكرونه او بطاطس مسلوقه، انا بقول او مش كله مع بعضه، وبكميات قليله. زودت البروتين، زودت اكتر السلطه الخضراء، يا ريت تحافظ على اللي بقوله لك دوت، وان شاء الله تستفاد استفاده كويسه. الدهون الصحيه، الدهون الصحيه الدهون النافعه زي زيت الزيتون، الافوكادو، المكسرات، فول السوداني، كل دي دهون صحيه مفيده جدا لعضله القلب، مفيده جدا للشرايين، مفيده جدا لهرمون التستوستيرون. طيب هنيجي بعد كده لوجبه السحور. هتقول لي استنى انا باجي الساعه 10 ونص 11 الدنيا بتقفل، بجوع جدا ما بقدرش بصراحه اكمل، لازم اكل. طيب هتعمل ايه؟ انت الوقت قدامك ممكن تاخد مثلا قطايف، تاخد حلويات، امنع، مش هينفع، مش هينفع سكريات، مش هينفع السبايك الاندفاع الجنبي بتاع الانسولين ويخزن معايا دهون. عايز تاخد سناكس، هتاخد مثلا طبق سلطه خضراء كبير، هتاخد مثلا ثمرتين فاكهه، ده اوبشن تانيه. ممكن تاخد كوبايه زبادي خالي الدسم او كوبايه لبن خالي الدسم مع شويه مكسرات، دي كلها اوبشن ممكن تختار منها، بس ابتعد تماما عن الحلويات. ولو هتشرب شاي اخضر او شاي ساده عادي او مثلا قهوه، يا ريت تعمل لنفسك تارجت، انت لو بتاخد 5 6 معالق سكر في اليوم، معلش هننزلهم واحده واحده لحد ما نمنعه. السكر فعلا سم، وقبل ما يكون يعمل دهون، السكر يا جماعه مضر جدا لجهاز المناعه، مضر جدا جدا لجهاز المناعه. فدي لنفسك تارجت، يعني خلي مثلا السكر لو انت بتاخد مثلا 7 معالق 8 معالق 5 معالق، اقعد قلل فيه، نطلع من رمضان مفيش سكر ان شاء الله. نيجي بقى للوجبه الاساسيه الثانيه بعد وجبه الفطار، وهي وجبه السحور. السحر ايه؟ نفس الكلام، كربوهيدرات، بروتين، فيتامينات، دهون صحيه، نفس الكلام، نفس الكلام اللي عملناه في وجبه الفطار. ولكن هقول لك قبل ما اقول لك هناكل ايه كبروتين وكربوهيدرات وفيتامينز في وجبه السحور، عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، نصايح مهمه قوي بالنسبه لوجبه السحور. اول حاجه تاخر السحور، تصيب السنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بتاخير السحور والبركه في تاخير السحور، دي اول حاجه. تاني حاجه الصوديوم، 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 بديهي اي اب او ام في الاسره بيقولوا لابنهم او بنتهم بلاش يا بنتي تاخدي ملح او مخللات في السحور علشان ما تعطشيش، دي حاجة بديهية مش محتاجة كلام. رقم ثلاثة، لو هتاخد كربوهيدرات بعد إذنك خد كربوهيدرات معقدة. يعني إيه معقدة؟ يعني بطيئة الامتصاص. الشوفان، الشوفان فوايده كتير جدا، وإن شاء الله هنعمل فيديو ونتكلم عن الشوفان. الشوفان ممكن تحطه على لبن، ممكن تحطه على زبادي، ممكن تحط عليه معلقة عسل، ممكن تحط بدل العسل تمر. الشوفان مهم قوي، وامتصاص الشوفان في الجسم بطيء جدا، فهتستفاد منه في فترة الصيام. ممكن تاخد عيش، بس العيش هيبقى بتاعك العيش البني، العيش البني برضه نفس الكلام هيبقى مفيد ليك، لان برضه امتصاصه بطيء جدا، بس ما تكترش فيه او العيش. هنيجي نتكلم في البروتين، اخد ايه بروتين في وقت السحور؟ ممكن اخد جبنة قريش، ممكن اخد لبن، ممكن اخد بيض، ممكن اخد فول، انت عندك بقى اختيارات، اختار براحتك زي ما انت عايز. برضه طبق السلطه مش هننساه، سلطه خضراء في الفطار، سلطه خضراء في السحور، مش هينفع ننساها. طيب بالنسبه للبطيخ والاناناس والحاجات دي مفيش مشكله، الحاجات دي بتحفظ لك الميه اللي في جسمك، وهتبقى برضه كويسه ومرطبه، وتقدر برضه تاخد منها برضه بكميات مش اللي هي الاوفر قوي علشان الكالوريز اللي فيها، لكن برضه مفيش مشكله في وقت السحور، هتبقى مفيده وكويسه. طبعا البوتاسيوم اللي في اللبن والزبادي هيحسسك بترطيب، ومش هيحسسك برضه بالعطش. طيب احنا اتكلمنا كده في كل حاجه بالنسبه للاكل واوقات تمرين الناس اللي عايزه تخس. طب الناس اللي عايزه تزود من وزنها، الناس اللي عايزه تزود من وزنها، اول حاجه بالنسبه لوقت التمرين مش هينفع تتمرن قبل الفطار خالص. ليه؟ احنا قلنا الجسم ما يعرفش حاجه عنده اسمها صايم او مش صايم، هو كل اللي يعرفه انت في جسمك اكل عشان اخده طاقه ليا ولا مفيش. طب لو مفيش هياخد من الدهون، طب انت ما عندكش دهون هياخد منين؟ هياخد من العضلات، يبقى انت ممنوع تتمرن قبل الفطار. ممكن تاخد بقى بعد الفطار، بعد التراويح، قبل السحور، مفيش اي مشكله. طيب بالنسبه للاكل، الكربوهيدرات، انت محتاج تاخد كربوهيدرات كتير جدا. الكربوهيدرات، الموز، البطاطا، البطاطس، العيش، كل دي كربوهيدرات، منها المعقده ومنها البسيطه. لو خدت البسيطه
هتهضم معاك بسرعة. يا ريت تاخد دايجستين مهضم عشان تقدر كل ساعتين تاكل وجبة. البروتين بتاعك، البروتين بتاعك انت لو وزنك مثلا 60 كيلو محتاج مثلا 120 جرام بروتين، هتاخدهم عن طريق الفراخ واللحمة والسمك. بالنسبة للدهون الصحية مهم جدا ليك برضو تاخد زيت زيتون او مكسرات، مهمة جدا جدا لأي حد. على فكرة السمنة البلدي مهمة قوي، سيبك من اللي يقولك دي مضرة، السمنة البلدي لو خدتها بكميات مناسبة ما كترش منها قوي، ما كانش ربنا حرمها على بني إسرائيل في القرآن. يعني السمنة دي بترفع معدل التستوستيرون جدا، بتقوي الذاكرة، بتفيد القلب مش بتضر القلب، كلام الناس العادية مش الناس التعبانة ولا عندها القلب. طيب بالنسبة للسلطة الخضراء هنقللها شوية عشان السلطة الخضراء هتشبعك، بلاش تاخد سلطة خضراء كتير. ايه تاني؟ اوزانك يعني برضو حاول على قد ما تقدر ما تعملش الارقام القياسية، يعني بتلعب ب 100 كيلو صدر مش لازم بقى اخليهم 120، يعني ممكن بعد رمضان عشان برضو ما تجهدش نفسك وترهق نفسك عشان تقدر تعمل ريكفري بعد الهدم اللي انت بتعمله من خلال تمرينك، تقدر تعمل ريكفري من خلال اكلك ومن خلال نومك. انا كده اتكلمت في كل حاجة بالنسبة للناس اللي عايزة تنزل من وزنها او الناس اللي عايزه تزود من وزنها. عجبك الفيديو بتاع النهارده يا ريت تشيره وتعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ولو في اي حد يا جماعه عنده اي سؤال يحطه لي في الكومنت تحت وانا ان شاء الله هرد عليه. اي حاجه فلتت مني ما عرفتش اقولها نسيت اقولها يا ريت تكتبها لي في كومنت. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه